السلام عليكم، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اذا اليوم غادي نتقاسم معكم اهم النصائح بالنسبه للناس الحاصلين على شهاده البكالوريا والمقبلين على التعليم العالي. اذا راه حتى انا قبل ما ندوز لا مباراه التعليم ولا قبل ما نولي استاذه، يعني ندخل لهاد المهنه، حتى انا راه مريت من هاد المرحله اللي هي كتعتبر ضروريه بالنسبه لاي واحد بغى يكمل الدراسه ديالو. فغادي ننصحكم بصفة عامة بغض النظر واش غادي تقرا مثلا في الكلية، ولا غادي نختار مدرسة عليا، ولا غادي نختار لي فيستي، ولا يعني غادي نهضر لكم بصفة عامة على التعليم العالي هكذا باش تستافدوا وما توقعوش في أخطاء اللي هي كيوقعوا فيها بعض الطلبة، فكتأدي بهم أنهم ما كيكملوش المسار ديالهم في التعليم العالي لا قدر الله، أو لا حتى إلا حصلوا على واحد الدبلوم ما كياخدوش بواحد المونشون اللي غادي تخول لهم أنهم يكملوا المستقبل ديالهم ويخدموا في الوظيفة العمومية، ولا خصوصا الوظيفة العمومية فراه كتبغي النقاط. إذا خليكم معنا الفيديو هكذا باش تستافدوا. النصيحة رقم واحد هي تحسين المهارات اللغوية في اللغات الأجنبية. إذا ما حد عندكم باقي الصيف ده وباقي العطلة، فاستغلوا هذه الفرصة اللي عنده شي نقص في شي لغة يحاول يعالج اللغة ديالو وطور المهارات ديالو. إذا كيف ما كتعرفوا فاللغة راه شي حاجة مهمة، بغض النظر غادي تقرا في مدرسة عليا ولا في كلية، ولا غتقرا في الويستي ولا غتقرا في الفيستي، فمني غادي تحصل على هذاك الدبلوم ضروري باش غادي تحصل على واحد الوظيفة خاصك ضروري من اللغات، وكتجي في الدرجة الأولى اللغة الفرنسية والدرجة الثانية اللغة الإنجليزية اللي تاهي ولات مهمة بزاف. إذا استغلوا هذه الفرصة كنعاود نقول لكم باش اللي عنده شي نقص ولا شي ضعف يمشي يحاول يعالج راسو، راه باقي عندكم الوقت، ما تقولوش راه فاتكم الوقت وغير قراو على راسكم. نصيحة رقم اثنان هي ضبط جميع المصطلحات العلمية باللغة الفرنسية. فهنا كنهضر خصوصا على الناس اللي قراو البكالوريا ولا الثانوي كامل قراو بالمواد العلمية قراوهم باللغة العربية، فكنقول لكم سيروا قلبوا على المصطلحات العلمية، لا بالنسبة للفرنس، لا بالنسبة عفوا الرياضيات، لا بالنسبة للفيزياء الكيمياء، والناس اللي غيكملوا في اس في تي هي مشيو قلبوا على المصطلحات ديالها. فهكذا كتسهلوا على ريوسكم، كتستغلوا هاد العطلة هي باش كتقلبوا على المصطلحات العلمية بالفرنسية. هكذا من يدخلوا ان شاء الله، من يتبداو في شهر 10 ان شاء الله في اكتوبر، ما تبقاوش مخلوعين من هذوك المصطلحات، لان التعليم العالي راه غادي تقراوه، وكنهضر خصوصا على الناس العلميين، غتقراوه كامل بالفرنسية، يعني الاستاذ راه ما غيشرحش لك بالعربية كاع. لذلك على الاقل اللي ضعيف فرنسية يمشي يضبط بعدا غير المصطلحات العلمية، والمصطلحات العلمية بالفرنسية راه ما جاتش بهذا عنده مع الفرنسية وهذا ما عندوش مع الفرنسية، يقدر يكون عندك مع الفرنسية ولكن المصطلحات العلمية بالضبط راك ما ضبطهمش. هذاك الشيء علاش كنقول لكم ضبطوا المصطلحات العلميه ديالكم باش هكذا ماشي يبقى محيلتكم عندكم مشكله الفرنسيه المصطلحات ماشي عندينشهمش، محيلتكم البروغرام غادي يجيكم صعيب في الاول، راه ضروري كلشي كيجي صعيب في الاول في الدوره الاولى، في اس ان راه كلشي كيجي داك الشيء صعيب بزاف، يعني باش ما تبقاوش محيلتكم لهكا محيلتكم هكا، بعدا على الاقل تكونوا حيدتوا عليكم واحد الخدمه وغتبقى عليكم غير الخدمه ديال البروغرام ولي موديول كيفاش تدخلوه. نصيحة رقم ثلاثة وهي مراجعة دروس السنة الثانية باك. يعني ملي كنهضر على الدروس بيان سور الناس غتكمل في المسار ديالها العلمي، ما غنقولش لكم سيروا راجعوا اجتماعيات ولا التربية الإسلامية، فراه غتراجعوا الرياضيات فيزيك الاس في تي على حسب نتوما شنو التخصص اللي غديروا، ولكن هنا كنركز لكم على الدروس ديال العلوم الرياضية. الناس اللي دايرين بي سي ودايرين اس في تي يعني علوم فيزيائي وعلوم الحياة والأرض، سيروا خدموا البروغرام ديال العلوم الرياضية الا كنتو غادي تكملوا في هاد المدارس، كنتو غتكملوا في الانسا، كنتو غتكملوا في لي فيستي، ولا حتى كنتو غتكملوا في لافاك دايرين فيزيك ولا دايرين خصوصا سيونس مات في الكلية. اذا هاد الشيء خاصكم تراجعوا علوم رياضية، لانكم فاش غتدخلوا في الاس ان راكم غتمحنوا لما قريتوش البروغرام ديال العلوم الرياضية.
خصوصا سيرو الرياضيات، لان كاين واحد موديول ديال الالجبر، الالجبر علوم فيزيائيه راه ما كيتعمقوش فيه، عندهم بزاف الدروس ما قارينهمش الالجبر علوم فيزيائيه ولا اس في تي. سيرو قراو الالجبر ديال العلوم الرياضيه، قراو الاناليز ديال العلوم الرياضيه، لان التعليم العالي راه غيولي غير الجبر 1 الجبر 2 الجبر 3 اناليز 1 اناليز 2 اناليز 3. كيفاش انت غتقرا هادشي وما قراش حتى البروغرام ديال العلوم الرياضيه؟ وهاد المعلومات راه ماشي بزاف اللي عارفينها الا اللي دازو حتى هما من هاد المرحله. اذا كنصحكم ما حد باقي عندكم الوقت او باقي عندكم شهر 9 ودابا ها هو 8، فقراو البروغرام ديال العلوم الرياضيه باش ما توقعوش في هاد الخطا وتوليو ما حيلتكم الدروس ديال الفيزيك اللي هما كاملين غيكونوا لي موديول جداد، لي موديول ديال المات هما غيكونوا جداد، ما حيلتكم ضايع عليكم واحد البروغرام تقريبا ديال السيزيام وديال الباك في علوم رياضيه راكم ما قريتوش كامل داكشي، يعني قريتو غير بعد لي شابيتر هما اللي غتكونوا قريتهم. اذا راجعوا البروغرام ديال اولى باك ثانيه باك علوم رياضيه، خصوصا الناس ديال بي سي و اس في تي، وهذا الشيء اكيد ماشي الا درتو شي مدرسه ولا درتو علوم الاقتصاد ولا هذا الشيء، الا بغيتو تكملوا في المسار ديالكم العلمي وبالضبط كيف قلت لكم في المدرسه ديال لانسا لي في اس تي، وهنا كنهضر في لي في اس تي على الميب مات انفو فيزيك، او لا قررتي تقرا في لافاك ودير الام اي ولا. اذا هذا الشيء اللي كاين من النصائح اللي مهمه بزاف هي تعرف كيفاش تنظم الوقت ديالك، خاصك تعرف كيفاش تنظم وقتك، لان في التعليم العالي ان شاء الله ملي غادي تبداو راه غتلاحظوا بلي ان البروغرام ما غاديش يكون صغير، راه غادي يكون كل موديول راه تبارك الله فيه دي زيليمون، يعني كل موديول غادي يكونوا فيه دي زيليمون، هذوك لي زيليمون فيهم دي شابيتر، يعني خاصكم الا خليتو مثلا غير شابيتر ما فهمتوش ولا دو شابيتر ولا تخوا شابيتر وبقاو ها غدا كاتر شابيتر، حنا ولينا في اليمون على قدو، حنا ولينا في موديول على قدو، ماشي دينو ما ضابطينو. اذا نو شويه غنوليو في موديل الثاني وموديل الثالث، ف خاصكم ما تخليوش الحاجه تجمع لكم في البلاصه. منين ندير اليوم الكوغ ديالي ما فهمتش واحد الحاجه نقلب عليها نسول الاصدقاء ديالي، فهمتوا بحال هكا ما كتخليوش الحاجه تراكم عليكم وكتقدروا تفاليديو ان شاء الله من الدقه الاولى وما تحتاجوش كاع الغاتخاباج. كذلك الحضور ضروري خاصكم تحضروا، راه الا ما حضرتوش راه البخوف عمركم تسناو غيقول لكم بطلتو علاش ما بطلتوش، خاصكم تجيو خاصكم تحضروا الكور، البخوف راه كيعرف غادي يدير قدامكم غير الكور، غادي يعمر قدامكم غير الطابلو وغادي يشرح لكم ما غيعطيكمش كلشي، خاصكم نتوما راسكم تقلبوا على الدرس ديالكم وتفهموا راسكم، يعني غادي يكتب لكم الكور وسيروا نتوما قراو على راسكم، يعني الحضور ضروري. كاينين شي مدارس كيلزموا عليك الحضور، يعني الا شافوك المره الاولى غيبتي المره الثانيه غيبتي المره الثالثه غيبتي راه يقدروا ما يهضروش معاك، ولكن ملي توصل للفاليداسيون راك ما تحلمش تفاليدي هذاك الموديول ولا تفاليدي هذاك السيمستر، ولكن الكليه راه ما فرضاش عليكم الحضور لا بالنسبه للكليه ديال لافاك العاديه ولا لي فيستي، فكيقول لك بغيتي تجي جي ما بغيتيش تجي راه سوقك هذاك، ولكن راه خاصك تحضر، واخا هكاك خاصك تحضر، ولو انك كتشوف راسك مثلا كتحضر وكتجلس وما كتفهم والو، البروف غير هادر وغير كيكتب وداك الشيء، اليوم ما تفهمش غدا ما تفهمش غد بعد غدا غتولي تفهم شي كلمات غتولي تفهم، غتبع معاه شويه حيت راك ملي غتمشي للدار ان شاء الله غادي غادي تبحث غادي تقلب هكذا باش تقدر تساير البروف، وحتى الا ما فهمتي شي حاجه لا تقدر تسول عليها راك كتحضر بعدا، ماشي ما عارفش اصلا الموديول علاش كيهضر ديك الماده علاش كتهضر لو شابيتر ما عارفوش علاش كيهضر وبغيتي تفاليدي، يعني على الاقل الحضور كيخليك كتشد شي حاجه في راسك، راه ما يمكنش ما تشدش والو، راك واخا غير داك التشاش راه بيه غادي نشد غادي نديه معايا للدار وغادي نقرا غادي عليه غنتبازا وغادي نقرا عليه وغادي نقلب على كاع المشاكل اللي عندي. اذا كنوصيكم ضروري الحضور، حاولوا تحضروا. ديك الحاجة اللي مهمة بزاف وهي العمل في المجموعات، هذه مهمة بزاف في التعليم العالي، نقدر نقول لكم أكثر ما كنتو في الثانوي ولا في الإعدادي، فالعمل في المجموعات كي مثلا أنا عندي واحد النقط
مثلا ناقصين عندي ولكن عندي دي بوان فور ديالي، غادي نمشي مع واحد اخر، واحد اخر عنده هذيك الحوايج انا اللي طالع فيهم هو انا هو ما عندوش، وهو الحوايج انا اللي ناقصه فيهم انا هو عنده. هكذا كنتبادل لي زانفورماسيون، كنخدموا مجموعين، كنتشجعوا اننا نخدموا، ما كيكونش واحد الملل، ما كيكونش بزاف د الحوايج، وكنبارطاجيو مع بعضياتنا المعلومات. غادي تخدموا دي زيكزارسيس اون جروب، اي حاجه اي حاجه، حاولوا تخدموا حتى الكور اون جروب. هكذا كل واحد كيشرح واحد النقطه واحد النقطه، شنو شديتي انت من عند البروف، انا شديت اشنو خديت من عند البروف، هذاك شنو خدا من عند البروف. هكذا كنجمعوا هذا الشيء كامل، وان شاء الله كنوصلوا لواحد النتيجه. اذا العمل في المجموعات حتى هو مهم، وحاولوا ما تبقاوش منغلقين على ريوسكم. الا بقيتوا منغلقين على ريوسكم راه شويه غادي تمحنوا، خاص الواحد يكون منفتح ويسول هذا ويسول هذا. راه ماشي عيب نقول ما فهمتش، راه ماشي عيب ما نفهمش، عيب هو انني نحشم انني نسول. ولكن الا ما فهمتش نسول هاد الطالب، نسول هاد الطالب الاخر يقدر يكون فهم. وعمركم ما تحشموا وان انكم انتم في سبيل انكم باش تقلبوا على المعلومة. اذا دائما حاولوا تنفتحوا على الاخرين، وكنوصيكم بالعمل في المجموعات. كانوا هادو هما اهم النصائح ديال الناس المقبلين على التعليم العالي. حاولت نجمع لكم اهم النقاط. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو، واللي عنده شي حوايج ناقصين يمشي يقلب عليهم من دابا. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم كاع اللي ان شاء الله خداو البكالوريا وغادي يبداو في التعليم العالي، هكذا حتى هما باش يستافدوا. وبالتوفيق للجميع، واللي عنده شي سؤال دائما ما تنساوش تخليه ليا في كومونتير. والله يوفقكم.